أيها الأحبة الكرام، يقول عمر رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أقبل إليه رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال: فجلس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني عن الإسلام. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان ستة، وجعل عليه الصلاة والسلام ثانيها الإيمان بالملائكة. علاقة الإنسان بالملائكة علاقة قديمة بدأت قبل أن يخلق الله تعالى أبانا آدم عليه السلام. يقول الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة، لم يقل ربنا جل وعلا للجن، مع أن الجن كانوا موجودين منذ ذلك الحين، ولم يقل الله تعالى هذا للعرش أو لللوح المحفوظ أو لمن كان في الجنة من نعيمها، وإنما تحدث الله تعالى مع الملائكة، لأن الله تعالى يعلم أن علاقة الملائكة ستبقى معنا. فالملائكة الآن يحفوننا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. الملائكة يحضرون معنا صلاة الفجر ويحضرون معنا صلاة العصر. فقال عليه الصلاة والسلام في قول الله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده الملائكة، فإنه يصلي معنا. قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة النهار يصعدون منا عند صلاة الفجر، وملائكة الليل ينزلون إلينا عند صلاة العصر، فينزلون عند العصر ويصعدون عند الفجر، وينزل الطرف الآخر من الملائكة الفجر ويصعدون العصر. فإذا صعد الملائكة الأولون سألهم الله: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: جئناهم وهم يصلون، يعني صلاة العصر، وفارقناهم وهم يصلون، يعني صلاة الفجر. فإذا جاء المجموعة الأخرى من الملائكة سألهم الله: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: جئناهم وهم يصلون صلاة الفجر، وتركناهم وهم يصلون صلاة العصر. علم الله تعالى أن الملائكة ستكون علاقتهم قوية بالبشر في صلاتهم، في سفرهم، في نومهم، في الوحي إليهم، في شهود مجالسهم، فأخبر الله الملائكة قبل أن يخلق آدم أنه سيخلق آدم وسيكون هناك بشر، فاستعدوا أيها الملائكة لإقامة علاقة جديدة بمخلوق جديد. فقال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فإذا الملائكة يتبادر إلى أذهانهم الخلفاء الذين كانوا في الأرض من قبل، وذلك أن الأرض سكنها قبلنا الجن، فلما سكن الجن الأرض سفكوا الدماء وأفسدوا فيها وأهلكوا الحرث والنسل، فبعث الله تعالى إليهم الملائكة وجلتهم من الأرض، فرقتهم وصاروا يعيشون في أماكن مهجورة من الأرض، لا يعيشون في الأماكن التي فيها الزروع وفيها عمارة الأرض، وإنما في الأماكن المهجورة. قال ابن كثير: نفتهم إلى جزائر البحر، جزر في البحر لا يسكنها أحد، وتعلمون أن عددا كبيرا من الجزر أصلا ليس فيها سكان. مثلا أندونيسيا تتكون من 17,000 جزيرة لا يسكن منها إلا 3 جزر فقط، وجزر قليلة مسكونة بأعداد قليلة، أما أكثر الجزر فغير مسكونة أصلا. فالملائكة نفت الجن إلى الأماكن التي لا يأهلها البشر، إلى جزائر البحر. فقال الله تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني إذا كان مقصودك يا ربي وحكمتك من خلق البشر أن يكون هناك مخلوقات تسبح بحمدك وتقدسك، فنحن نقوم بذلك. لكن الله تعالى جل وعلا له
من العلم والحكمة ما لا تعلمه الملائكة، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم خلق الله تعالى آدم بشرا سويا، وبدأت علاقة الملائكة مباشرة. أول ما نفخ الله تعالى الروح في آدم أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد له، فبدأت العلاقة ما بين البشر وبين الملائكة. ثم بعث الله تعالى الرسل إلى الناس، وصارت الملائكة هي الوسيلة ما بين ربنا جل وعلا وما بين هؤلاء الرسل. تعالوا نتكلم عن هذا الخلق، عن هؤلاء الملائكة، كيف خلقوا ومتى خلقوا وما أعدادهم وما أسماؤهم وأيهما أفضل، الملائكة أم الصالحون من البشر، وما حال الملائكة في آخر الزمان، وما حالهم في يوم القيامة، هل عليهم حساب وعقاب، وما أحجام الملائكة، ما عظم خلقهم، وهل الملائكة كلهم لهم شكل واحد أم يختلف بعضهم عن بعض. تعالوا نتحدث عن هذا العالم الذي تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وذكره الله تعالى مرارا في القرآن، وذكر الله تعالى الملائكة في عدة مواضع، بل تعالوا نتحدث عن الملائكة الذين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقتدي بهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. إذن نحن مطالبون عندما نصف في الصلاة أمام ربنا جل وعلا، إذا قمنا بين يديه في الصلاة مطالبون أن نقتدي بالملائكة. طيب من هم الملائكة وما أصل خلقتهم؟ تعالوا نتحدث عن هذا من خلال أربع مسائل. المسألة الأولى: الملائكة أصل خلقتهم من نور، ولكن هل الملائكة الآن من نور أم ليسوا من نور؟ هذا أمر آخر. فمثلا أصل خلقتنا نحن من طين الأصل، لكن لو تقطع أصبعك لا يخرج عليك طين، ولو تأخذ إنسان وتقتله وتعجنه لم يتحول إلى طين، إنما أصل الخلقة من طين، لكن الآن ليس طينا. الجن أصل خلقتهم من نار، لكنهم الآن ليسوا نارا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تقدم يوما في صلاته ثم رجع ثم تقدم كأنه يمسك شيئا، فأخبر أصحابه وقال: إن الشيطان عرض لي في صلاتي معه شعلة من نار، فتقدمت ففدغته، يعني خنقته، حتى شعرت ببرد لعابه على أصابعي. قد يقول البعض: كيف؟ ما هو الشيطان مخلوق من نار، كيف يكون له لعاب؟ فنقول أصل الخلقة من نار الأصل، لكنه الآن ليس نارا. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر الجن الذين مع سليمان قال: وآخرين مقرنين في الأصفاد مربطين، لو كانت نار لأحرقت الحبل الذي تربط به، لكنها الآن ليست نارا. فالملائكة أصل الخلقة من نور، من ضوء، لكن الآن خلقتهم ليست ضوءا، ليست نورا، والعلم عند الله جل وعلا. فقال الله تعالى هنا في أصل خلق الملائكة من نور، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. وملك أصلها ملأك، وملأك يعني مرسل، رسول، الألوكة هي الرسالة، فالملك أصلا خلقهم الله تعالى لأجل أن يكونوا رسلا فيما يريد، مثل ما قال الله تعالى: جاعل الملائكة إيش؟ رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. فهو قد يكون هذا رسول يرسله الله تعالى إلى نبي من الأنبياء كجبريل مثلا، وقد يكون رسول يرسله الله تعالى إلى إهلاك القرية الفلانية، لا يرسله إلى نبي، يرسله إلى عمل معين. هذا رسول من الملائكة يرسله الله ليدفع الرياح، ليسوق الريح كما يشاء. فجعل الله تعالى الملائكة رسلا فيما يريد سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا هنا: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. الملائكة خلقهم الله تعالى من نور، وجعلهم الله تعالى على خلقة عظيمة جميلة. ولذلك قال الله تعالى عن جبريل: ذو مرة فاستوى. ذو مرة يعني ذو جمال. وجعل الله تعالى الملائكة لهم أجنحة مثنى
وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل له 600 جناح، وذلك لما خرج عليه الصلاة والسلام من الغار. أول ما أرسل الله تعالى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتعبد في الغار، فأقبل جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، حتى ضمه ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر القصة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من الغار فإذا بمناد يناديه من فوقه يقول له يا محمد أنت رسول الله، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام بصره وإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض مادا أجنحته قد سد الأفق. سد الأفق يعني سد السماء، بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر فوق يرى أجنحة، ينظر يمين يرى أجنحة، ينظر يسار يرى أجنحة، يلتفت خلفه يرى أجنحة، قد غطى الأفق، غطى السماء بكثرة أجنحته، 600 جناح. من رهبة هذا الموقف أغمي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جناح من هذه الأجنحة لما أمر الله تعالى جبريل أن يهلك قرى قوم لوط عليه السلام، أدخل جبريل جناحا منها تحت قراهم ثم رفعها وخفضها فجعلنا عليها سافلها. ولهذا خلق الملائكة عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو الشيخ في العظمة وغيره، قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، كيف شكله يا رسول الله، كم حجمه؟ قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، ما بين الأذن والعاتق والكتف مسيرة 700 عام. وهو عليه الصلاة والسلام ذكر حجم بعض الجسد لتستدل أنت على بقية الجسد كم يكون حجمه. مثل ما أقول لك أنا مثلا فلان طويل جدا فتقول يعني ما مقدار طوله، فبدل ما أقول لك طوله مثلا مترين أقول لك يا أخي طول الساق فقط نصف متر، فتعلم أنت ما دام أن الساق 50 سنتي معناه بقية الجسم أطول. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر حجم الملك كله وإنما ذكر حجم جزء يسير وهو العنق، قال ما بين شحمة أذن إلى عاتق مسيرة 500 عام. والملائكة هؤلاء مع هذه الخلقة العظيمة إلا أن الله جل وعلا أمكنهم من التشكل، فهم يتشكلون على ما شاء الله تعالى من الصور. حتى في حديث جبريل الذي رواه عمر رضي الله تعالى عنه لما قال كنا جلوسا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأقبل إلينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام. في آخر الحديث لما خرج الصحابي لما خرج هذا الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام اطلبوه يعني ردوه إلي، خرج الصحابة وبحثوا ولم يجدوه، فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما وجدناه، فقال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. فالملائكة تتشكل بصورة البشر إذا شاء الله تعالى ذلك. وغالبا أن جبريل إذا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتشكل له في صورة صحابي كان جميل الصورة حسن الهيئة، وهو دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه. وإذا تشكل الملك بصورة رجل ممكن أن يراه الناس، ولذلك في حديث عمر لما جاء الرجل هذا الملك في صورة رجل، جبريل جاء في صورة رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة نظروا إليه لكن لم يعرفوا أنه جبريل. وكذلك في آخر معركة الخندق لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته، وتعلمون أنهم في الخندق حفروا الخندق بين المسلمين وبين أعدائهم، فلما أقبل الأعداء وأرادوا أن يقفزوا من فوق الخندق لم يستطيعوا، ثم بعد ذلك رد الله تعالى الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وبعث الله تعالى ريحا وجنودا لم يرها المؤمنون وتفرق الكفار،
ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته بعد أكثر من 20 ليلة وهو مرابط، رجع كالا متعبا. أول ما دخل إلى البيت رجل ما رأى زوجته من 20 يوم، ولا رأى بيته، ولا يحتاج إلى أن يغتسل، إلى أن يعد نفسه، وإذا بمناد يناديه من خارج البيت: يا محمد اخرج إلي. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة: وجعلت أنظر من خلال الباب كأنها تضايقت، من هذا الذي لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام يرتاح؟ ما دخل بيته إلا قبل قليل ثم ينادى اخرج، فجعلت تنظر من خلال الباب، وإذا بدحية الكلب، تقول عائشة: وإذا بدحية الكلب على فرس، والنبي عليه الصلاة والسلام ماسك بلجام الفرس، ودحية يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أو قد وضعت سلاحك؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها، ما رجعت من طلب القوم إلا الآن. يقول جبريل، يقول دحية، عائشة لم تعلم أنه جبريل، تظن دحية، تقول إنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف تضع سلاحك؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها، نحن قاتلنا قريشا وطردناهم من المدينة، وما رجعت إلا الآن من طلب القوم، يعني دفعت قريشا عن المدينة حتى أبعدوا عنها، إني ماض، امضي الآن إلى بني قريظة، فإني ماض إلى بني قريظة فمزلزل بهم. ثم ضرب فرسه وانطلق. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى عائشة وحمل سلاحه مرة ثانية، ثم التفت إلى عائشة ورآها متعجبة: كيف دحية الكلب يعطيك أوامر؟ فقال: هذا جبريل جاءني يأمرني أن أخرج إلى بني قريظة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من كان سامعا مطيعا فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة، وخرج. فهذا يدلكم أيها الأفاضل على أن الملائكة خلقت من نور، وأنها تتشكل، وأن الله تعالى خلقهم في الأصل لأجل أن يكونوا رسلا بينه وبين ما يشاء جل وعلا، وأنهم لا يمكن أن يراهم البشر بصورتهم الحقيقية، وإلا لم يرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالصورة الحقيقية إلا مرتين رأى جبريل، مرة الأولى لما خرج من الغار كما تقدم، والمرة الثانية لما رآه في السماء، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. لكن الناس العاديون لا يمكن أن يروا الملائكة على صورهم الحقيقية، إنما يرونهم إذا تشكلوا، إذا تشكلوا. السؤال: هل يمكن للناس العاديين أن يروا الملائكة؟ جاء في النصوص ما يدل على هذا. لما كانوا في معركة بدر وبعث الله تعالى الملائكة يساعدون المسلمين، فقال الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، وفي آية ب3000 من الملائكة، وفي آية ب5000 من الملائكة، ونزل الملائكة من السماء يقاتلون مع المسلمين. لما أسر العباس بن عبد المطلب، لما أسر العباس بن عبد المطلب وجيء به مأسورا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان النظام الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسر أسيرا فله كذا، ومن قتل قتيلا فله سلبه. لما واحد مسلم يقتل كافر ويكون الكافر معه مال، معه سلاح، سيف له قيمة، فإن المسلم الذي قتله يأخذ هذا. فجاء واحد من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أسرته، أنا اللي أسرت العباس. فنظر العباس إليه، وكان العباس في ذلك الحين لم يسلم، وقيل كان مسلما يخفي إسلامه، فجاء مع المشركين. فنظر العباس إليه ثم قال: ما هذا أسرني؟ إنما أسرني رجال عليهم ثياب بيض لا أراهم هاهنا. فالعباس رأى من أسروه وهم ملائكة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي: لقد أيدك الله تعالى بملك من السماء الرابعة. فدل هذا على أن الناس العاديون قد يرون الملائكة. ويدل على ذلك أيضا أن مريم ليست نبية باتفاق العلماء، وإنما هي أم نبي، والله جل وعلا يقول: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالمرأة لا تكون نبية، إنما النبوة في الرجال.
ومع ذلك يقول الله جل وعلا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها من؟ روحنا. روحنا يعني جبريل، كما قال جل وعلا: تنزل الملائكة والروح فيها. جبريل، جبريل اسمه الروح، روحنا يعني ملكنا رسولنا ونحو ذلك. وكما قال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال هنا: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها إيش؟ بشرا سويا، بشرا كاملا، ليس بشرا ناقص يد ولا ناقص رجل، لا، بشرا كاملا، بشرا سويا. ورأت مريم، رأت هذا الملك وقد تمثل، ومريم ليست نبية بالاتفاق. فدل هذا أيها الأفاضل على أن الناس العاديون قد يرون الملائكة إذا تشكلوا، يدل عليه الآية: فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك. فعلمت مريم عند ذلك أن هذا رسول. وكذلك ممن رأى الملائكة زوجة إبراهيم عليه السلام، يقول الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ملائكة جاءه ثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل سمين، وفي آية أخرى بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. إبراهيم عليه السلام رجل كبير في السن، وزوجته سارة كبيرة في السن، ولم يرزق بأولاد، وجاء إليه ضيوف مباشرة. وعادة الضيوف في عصرهم خاصة يطرقون الباب للحاجة إلى الطعام والشراب، يريد لبنا يريد لحما، فيأتي ويطرق باب الكرماء، ما في مطاعم في السابق ولا شقق مفروشة أو فنادق، فيأتي ويطعم عند الناس عند الكرماء. فإبراهيم عليه السلام كريم، فلما جاء إليه الضيوف لم يستأذنهم ماذا تريدون عشاء، دخل مباشرة ونحر لهم عجلا وشواه لهم وجاء وضعه بين أيديهم تفضلوا، فإذا بهم لا يأكلون. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة تنظر إليهم وقد خافت لما لم يأكلوا، قالت ماذا يريدون مني ومن زوجي مدام ما أكلوا، فضحكت اطمأنت وضحكت لما علمت أنهم ملائكة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فدل أنها رأت الملائكة أيضا، والصحابة أيضا رأوا جبريل لما تمثل عند النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لما جاء وسألها الأسئلة. فدل هذا على أن الناس العاديون قد يرون الملائكة لكن يرونهم ليس على صورتهم الحقيقية، لا، وإنما يرونهم بعدما يتمثلون في صور. ولذلك قد يبعث الله تعالى الملائكة إلى من يشاء اليوم من عباده، قد يبعث من شاء جل وعلا. بل ذكر أيضا ابن كثير لما تكلم على قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، ذكر ابن كثير في تفسيره عن الحافظ ابن عساكر أنه ذكر في تاريخ دمشق أن رجلا كان ينقل الناس ما بين دمشق إلى الزبداني، فكان له دابة حمار ينقل الناس عليه، فجاء رجل وركب معه يوما لينقله، فلما مروا في أثناء الطريق قال هذا الراكب لهذا السائق، قال خذ من هذا الطريق فإنه أقرب، فأخذ من الطريق فإذا واد موحش، فقال امسك رأس الحمار لأنزل، فأمسكه وقد خاف هذا من وحشة الطريق، فنزل هذا الراكب وسل سكينا وأراد أن يقتل صاحب الحمار، قال اتق الله، قال ما في اتق الله، سأقتلك وأسرق ما معك وأسرق حمارك، قال خذ مالي، قال ما في القتل فيك، قال دعني فلأصلي ركعتين. فلما كبر يصلي ركعتين أرتج عليه، يعني لم يستطع أن يختار من القرآن ما يقرأ، ولم يجري عليه على لسانه إلا قول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. قال فقرأتها وإذا برجل فارس قد أقبل من أعلى الوادي بيده حربة رمى بها هذا الرجل فقتله. قال فتعلقت به قلت له من أنت؟ قال أنا ملك من السماء الرابعة. فالمقصود أن الملائكة قد يرسلهم الله تعالى إلى من يشاء من عباده، جاعل الملائكة رسلا، ليس رسلا فقط إلى الرسل، إنما قد ينزل الله تعالى الملائكة حيث يشاء جل وعلا. ولذلك كون الإنسان يقول لا الملائكة لا يمكن أن ينزلوا على المؤمنين أبدا، وهم لا ينزلون إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كان معه، هذا الكلام يحتاج، هذا التحديد والتقييد يحتاج إلى دليل. فإن الله تعالى يرسل الملائكة إلى من شاء، فإن عائشة رأت دحية، رأت جبريل في صورة دحية، والصحابة رأوا جبريل في صورة رجل، ومريم رأت جبريل في صورة رجل تمثل لها بشرا سويا، وما ذكره العلم في ذلك كثير. فالمقصود أن الملائكة يتشكلون وقد يراهم الناس على هذه الأشكال. المسألة الثانية، الملائكة لهم وظائف متعددة، الملائكة لهم وظائف متعددة. بعض هؤلاء الملائكة لهم وظائف تتعلق بالبشر، مثل ما قال الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون ما تفعلون. هؤلاء ملائكة وظيفتهم تتعلق بنا، وفي ملائكة وظائفهم ما لها علاقة بنا. مثلا يقول الله جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، هؤلاء يسبحون يحملون عرش الله ويسبحون لله، ليس فعلهم متعلقا بنا إلا أن الله تعالى جعلهم يستغفرون للذين آمنوا. وهناك ملائكة جعلهم الله تعالى خلقهم للعبادة. في حديث أبي ذر في السنن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني ثقلت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله عز وجل ساجدا. فهذا أيضا يدل أيها الأفاضل على أن هناك ملائكة وظيفتهم العبادة وبس. وفي الحديث الذي أخرجه أبو الشيخ في العظمة أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من الملائكة ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم قائمون يصلون، ومنهم ملائكة منذ أن خلقوا إلى أن ينفخ في الصور وهم راكعون، ومنهم ملائكة ساجدون. قال فإذا نفخ في الصور يوم القيامة ورفعوا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الله جل وعلا قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فدل هذا على أن هؤلاء الملائكة أيضا خلقوا للعبادة فقط. الملائكة الذين اليوم ينبغي أن نكثر الكلام عنهم الذين لهم اتصال بنا، من هؤلاء مثلا ملائكة كلما جئت تدعو في ملك يستمع إلى دعائك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث أبي الدرداء يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. لما تقول اللهم وفق أخي فلان، يا رب يسر أمر فلان من أصحابي من أصدقائي، يا رب أنصر إخواني في كذا، لما تدعو لغيرك مستجابة. يقول عند رأسه ملك كلما دعا بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. بمعنى أيها الأفاضل أن هناك ملائكة ليس لهم شغل في الكتابة أعمالنا، لا، وليست وظيفتهم في السحاب المطر، لا، وليست وظيفتهم في حمل العرش، لا، وإنما وظيفة هؤلاء الملائكة يطوفون يبحثون عن أي واحد يدعو، فإذا رفعت يديك تدعو جاء الملك يستمع. أول ما تدعو لأحد من إخوانك، ليس المقصود إخوانك يعني الأشقاء، إخوانك في الإسلام، قالت يقول الملك آمين ولك بمثل. لما تقول مثلا يا ربي اجعل أولاده بارين به يقول الملك آمين ولك بمثل، يعني الله يجعل عيالك أيضا بارين بك. تقول يا ربي حفظه القرآن فيقول الملك آمين ولك بمثل، يعني آمين يا آمين بمعنى اللهم استجب. فكان الملك يقول نعم يا ربي استجب، والله يجعلك أنت بعد تحفظ القرآن. لما تقول يا ربي سدد دينه يقول الملك آمين ولك بمثل، والله يسدد دينك أنت بعد. هؤلاء ملائكة وظيفتهم كذا،
يأتي عند رأس الداعي أول ما تدعو لغيرك يقول آمين ولك بمثل. ولذلك إذا أردت أن يفرج الله تعالى همك وأن يصلح ذريتك وأن يوسع عليك وأن يكفيك الشر، أكثر الدعاء لإخوانك، فإذا دعوت لهم قالت الملائكة آمين ولك بمثل، فصرت تدعو ويؤمن على دعائك الملائكة. الملائكة أيضا من وظائفهم متعلقة بنا أنه في كل جمعة، في كل جمعة هناك ملائكة يجلسون عند الأبواب. في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. في ملائكة في كل جمعة يجلسون عند الأبواب. دخلت أنت الساعة 9 كتبوا مثلا فلان بن فلان في أعلى الصفحة مثلا، وبعدين واحد جاء 9:05 كتبوا، بعدين فلان جاء واحد بعده، بعدين فلان، بعدين فلان، حتى يقترب مثلا صعود الإمام، تقترب مثلا الساعة 12:30 12:30، فإذا صعد الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلاص المتأخرون لا يستحقون أن يكتبوا في الصحف، تطوي الملائكة الصحف وتجلس، يلا اللي يدخل بعدها هذا اسمه غير مسجل في صحف الملائكة. والحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا أيها الأكارم يدلنا على أهمية التبكير لصلاة الجمعة. اجعل اسمك يا أخي أول واحد في صحف الملائكة، ما الذي يمنع؟ اجعل اسمك يكون من الأوائل في صحف الملائكة، لا يكون من الأواخر. وكذلك الملائكة، في ملائكة وظيفتهم أنهم يبلغون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام منا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي إن لله ملائكة سياحين في الأرض. سياحين يعني يطوفون في الأرض كلها، سياحين في الأرض. ماذا يفعلون؟ قال يبلغوني عن أمتي السلام. مو واحد يقول اللهم صلي وسلم على رسول الله مباشرة، الملك يذهب يا رسول الله يسلم عليك فلان. عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلين عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى رجلا يقول يا رسول الله السلام عليك السلام عليك ويسلم عليك فلان ويسلم عليك فلان، قال له عمر يا رجل ويحك، والله ما سلامك وسلام رجل في العراق إلا سواء. يقول أصلا لو واحد في العراق يقول اللهم صل وسلم على رسول الله هو مثلك لما تكون عند القبر، لأن في ملائكة تبلغ أصلا، يبلغوني عن أمتي السلام. وكذلك من الملائكة، ملائكة وظيفتهم حفظ الإنسان عند نومه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يقول الله جل وعلا يقول ويرسل عليكم حفظة، ويقول وإن عليكم لحافظين، يحفظون الإنسان عند نومه من أن يصيبه أذى. ولذلك تجد الإنسان يبيت في البر في الصحراء ومع ذلك ما يستيقظ ويجد مثلا حشرات داخلة في الأذن ولا داخلة في الأنف، مع أنك لا تستطيع أن تغلق أذنك وأنفك في البر ولا في غير البر أيضا، لكن الله تعالى يحفظك. هذا من وظائف الملائكة. من وظائف الملائكة إنزال سوق السحاب وإنزال المطر. ولما قال الله جل وعلا عن المطر وما ننزله إلا بقدر معلوم، يقول حافظ الحكمي في معارج القبور شرح سلم الوصول، يقول في قوله تعالى إلا بقدر، بقدر يقول إن كل قطرة تنزل من السماء مطر ينزل معها ملك يسوقها حتى يضعها في مكانها الذي كتبه الله لها. الله مقدر إن هالقطرة تنزل هنا، وهالقطرة تنزل جنبها، وهالقطرة تنزل على شجرة، وهذه كل وحدة مقدر، فينزل معها ملك يضعها في موضعها الذي كتبه الله تعالى لها. الملائكة لهم وظائف متعددة جدا، منهم ملائكة كما ذكرت يحملون العرش، منهم ملائكة يقاتلون مع المؤمنين إذا شاء الله جل وعلا ذلك، وملائكة لهم وظائف لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، الملائكة نؤمن
بكثرة أعدادهم، ونؤمن تحديداً بمن ذكر الله تعالى اسمه لنا. ولقد ذكر الله تعالى أسماء عدد من هؤلاء، وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، فذكر لنا جبريل، هذا صح به الخبر، وميكائيل صح به الخبر، وإسرافيل صح به الخبر، وهناك ملائكة ومالك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا صح به الخبر أيضا. وهناك ملائكة أسماؤهم جاءت في أحاديث لكنها لم تثبت، مثل ملك الموت، اشتهر عند الناس أن اسمه عزرائيل لكنه لم يثبت في حديث صحيح. والله جل وعلا لما ذكر ملك الموت سماه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ما قال يتوفاكم عزرائيل، وقال توفته رسلنا، وهم لا يفرطون، ولم يقل عزرائيل ومن معه، فدل هذا على أنه لم يثبت. وكذلك ما جاء، ما اشتهر عند الناس في أن ملكي القبر اسمهما إيش، منكر ونكير، هذا أيضا لم يثبت، جاء في حديث سنن البيهقي لكن الحديث فيه ضعف. وعلى هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيأتيه ملكان فيقعدان فيقولان له من ربك ما دينك من نبيك، ولم يقل عليه الصلاة والسلام يأتيه منكر ونكير، وإنما جعلها عليه الصلاة والسلام عامة. فنحن نؤمن بمن ذكره الله تعالى باسمه، ومن لم يذكر اسمه نؤمن به أيضا، وهم لهم أعداد كبيرة جدا لا يحصيها إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي عند الترمذي، يقول أول ما خلق الله تعالى الخلق جعلهم 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء الملائكة وجزءا سائر الخلق، جعل 9 أجزاء، والحديث صحيح، جعل 9 أجزاء لما خلق الله الخلق قسمهم 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء منهم ملائكة وجزءا واحدا بقية الخلق. ثم قال وقسم هذا الجزء الذي بقي 10 أجزاء، فجعل 10 أجزاء الجن وجزءا بقية الخلق، ثم هذا الجزء قسمه الله تعالى 10 أجزاء، فجعل جزءا البشر وجعل البقية لبقية الخلق الحشرات والحيوانات، ثم هذا الجزء الذي البشر قسمه الله 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء يأجوج ماجوج وجعل جأجوج، وجعل جزءا بقية الخلق بقية البشر. فدل بداية الحديث على أن الحديث حسن وبعض أهل العلم ضعفه، دل على أن الملائكة عددهم كبير جدا. ويقول الله ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان كثرة الملائكة، يقول البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك فيصلون ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. ويقول الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويقول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملائكة صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، قالوا يجاء بجهنم لها 70,000 زمام، الزمام هو المكان الذي تحمل منه، القدر له زمامان يحمل بهما، أو إذا كان قدر ثقيل يجعلون له 4 حتى يحملها 4، والقدر الخفيف يجعلون له فقط 2. فالنار عفانا الله وإياكم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، هذا فقط الذين يجرون النار يوم القيامة. إذن كم عدد الذين يكونون في غير ذلك من المواضع؟ بلا شك أن عددهم، يقول الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا يدلك على كثرتهم. ومما يدل على كثرتهم أيضا أن الله جل وعلا لما ذكر الآخرة قال سبحانه وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، قالوا هذا يدل على كثرة الملائكة لأنهم يخالطون أهل الجنة. وعلى هذا تأتي مسألة أيهما أفضل، الصالحون من البشر أم الأفضل الملائكة؟
يعني لو إنسان مثلا يتعبد ويصلي ويصوم ويقوم الليل ويبكي ويقرأ القرآن وعنده أعمال صالحة، أيهما أفضل، هذا الإنسان الذي استطاع أن يغض بصره وأن يحفظ فرجه وأن يكف يده عن المال الحرام، أم الأفضل الإنسان الآخر، أم الأفضل الملك الذي لم يجعل الله تعالى له شهوة أصلا، أيهما أفضل عند الله؟ أنا أعطيكم مثالا أو أعطيكم قولا لبعض أهل العلم، لو قال قائل الملائكة أفضل، قلت ليش؟ قال لأن الملائكة لا تكذب، الملائكة لا تزني، الملائكة لا تسرق، الملائكة لا تسب، لا تلعن، لا تحقد. أقول لك صحيح، لكن الملائكة أصلا فطرها الله على عدم ذلك. مثال، لو أني دخلت بيتك وجئتني أنت مثلا بولدك عمره سنة، جئته يا الله يمشي، ها، ووقفته بين يدي وقلت يا شيخ والله ولدي هذا من الصالحين، كيف هذا عمره السنة كيف من الصالحين؟ فقلت صدق والله عمره ما كذب، عمره ما زنى، عمره ما شرب خمر، عمره ما سرق، هل يقبل منك هذا المدح للولد؟ لا يقبل، لأن الولد أصلا لو أراد يزني ما يقدر، لأنه لا يمكن من ذلك، عمره السنة ما عنده شهوة. لو أراد يسرق لا يمكن من ذلك، ما عنده قدرة. فأقول لك أنا لا تمدحه حتى يصل عمره 15 ولا 16 سنة ونشوف يزني ويسرق ولا لا. يعني كأني أقول لك انتظر حتى يتمكن من هذا، فننظر هل الذي يمنعه الإيمان والخوف من الله، أم الذي يمنعه أنه عاجز عن هذا. فلما يأتي واحد ويقول الملائكة أفضل لأنهم لا يكذبون ولا يزنون ولا يسرقون، نقول أصلا هم لم يجعل الله تعالى فيهم شهوة لمثل هذه الأشياء. الملك لا يشتهي أن يزني ولا يشتهي أن يشرب خمرا ولا يشتهي أن يسرق. وعلى هذا جرى النقاش بين أهل العلم، هل الأفضل الصالحون من البشر اللي يقدر يزني وماسك نفسه لخوفه من الله، يستطيع أن يشرب خمرا وماسك نفسه لخوفه من الله، يستطيع أن ينظر إلى حرام وأمسك نفسه خوفا من الله، يستطيع أن يسب ويلعن ويغتاب وأمسك نفسه خوفا من الله، هل الأفضل هذا ولا الأفضل الملك اللي يعني طوال وقته عبادة لله؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل العلم، والذي يظهر ما ذكره الإمام الطحاوي وغيره وابن أبي العز في شرحه أيضا للطحاوية، ذكر قال إن الملائكة أفضل من البشر في الدنيا، لكن البشر يفضلونهم يوم القيامة، لأن الملائكة يوم القيامة يتحولون إلى خدم للبشر، إلى خدم للبشر في الجنة. ولذلك قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يعني يخدمونهم. وجاء في الحديث أيضا أن آخر من يدخل الجنة رجل إذا دخل الجنة ظن أنها امتلأت، فيقول يا ربي تدخلني بعدما أخذ نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول الله تعالى أترضى أن أعطيك مثل ملكي أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت يا ربي، فيقول الله هذا لك ومثله معه ومثله معه ومثله معه ومثله معه ومثله معه خمس مرات، فيقول رضيت ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثالك وعشرة أمثاله، فيقول رضيت ربي. ثم يسير فيرى أمامه يعني صورة حسنة في غاية الحسن فيسجد لها، فيقولون له لماذا سجدت؟ قال رأيت ربي، فيقولون لا هذا ملك من الملائكة يخدمك. فدل هذا على أن الملائكة في الجنة يكونون يعني في خدمة المؤمنين في الجنة. وبعض أهل العلم ذكر أن الذين يخدموا المؤمنين هم الولدان وأن الملائكة هم مشرفون على ذلك، المسألة فيها كلام طويل، لكن المقصود أن الملائكة يكونون يعني تحت إمرة المؤمنين في الجنة، سواء خدمه بنفسه أو أمر من يخدمه. من الملائكة الذين لم نذكر أسماءهم هاروت وماروت، فقال الله جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فدل هذا على أن هؤلاء أيضا من الملائكة. جاء انتشر عند الناس اسم رضوان، وأعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن
زاكيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت في هذه. جاءت أشعار عن الشافعي وغيره لكن لم يثبت أن رضوان هو خازن الجنة. جاء أيضا رقيب وعتيد، قالوا إن في ملك عن يمين اسمه رقيب وملك على كتفك الأيسر اسمه عتيد يكتبون الخير والشر، لم يثبت أيضا مثل هذه الأسماء، وإنما هو وصف للملائكة الذين يكونون يوم القيامة يكونون يعني يكتبون أعمال العباد عند الله جل وعلا. الملائكة تشكلوا بالمناسبة لعدة أشخاص، منهم أيضا الرجل الذي قتل 99 نفسا. تعلمون أن يقول عليه الصلاة والسلام إن رجلا قتل 99 نفسا ثم حدثته نفسه بالتوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عابد، رجل ما هو طالب علم لكن عابد. فجاء هذا الرجل القاتل اللي قتل 99 نفس، جاء وقف أمام هذا الرجل العابد، الرجل انتهى من صلاته ونظر، ها ماذا تريد؟ ظنه بيقول له أريد أني أصلي ولا أريد أني أصوم ولا بتصدق. فقال له أنا قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ العابد هذا ربما لو يطأ بقدمه على نملة صام شهرين متتابعين من شدة خوفه من قتلها، وأنت قاتل لك 99 نفس، كم يتمت من أطفال ورملت من نساء؟ قال مالك توبة، مالك توبة، مالي توبة أبد. قال لا، ويطلع السكين ويقتله. ثم ذهب فحدثته نفسه بالتوبة، فدل على رجل عالم. فجاء عند هذا العالم وسأله هل لي من توبة؟ قتلت 100. قال نعم، من يحول بينك وبين التوبة؟ أنا ما أقدر أقفل الباب عنك، لكن أنت في أرض سوء، اذهب إلى أرض طيبة، الأرض الفلانية في ناس يعبدون الله، اعبد الله معهم، غير البيئة. لما كيف عرف هذا الرجل العالم أن هذا الرجل في أرض سوء؟ لأن الإنسان يا جماعة إذا كان يفعل المعصية مرارا مرارا دل على أن المجتمع كله لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وإلا لو أن في أرض يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر لكان من أول قتل ولا قتلين وقفوا له، لكن لأنه يقتل كما يريد دل أن البلد كله فاسد فيه ظلم وقتل. قال له اطلع من هالبلد واذهب إلى البلد الفلاني فيه ناس يعبدون الله وعبد الله معهم. فمضى ثم مات في وسط الطريق، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث الله ملكا ليحكم بينهم من يأخذه، حتى قربه الله تعالى للأرض الطيبة وأخذته ملائكة الرحمة. هذا دل أيضا على علاقة الملائكة بهؤلاء التائبين، وأحاديث كثيرة تدل على أن الملائكة يحضرون عند المؤمنين. المسألة الأخيرة، ما هو الواجب علينا تجاه هؤلاء الملائكة؟ ما الواجب علينا نحن تجاه الملائكة؟ بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأدب مع الملائكة، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ألا تصفون كما تصف الملائكة، وقال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه المصلون. وكان عليه الصلاة والسلام يعرف بريح الطيب إذا أقبل، يعني الصحابة واقفون لما يشمون رائحة طيبة يبدون يتلفتون، أكيد النبي صلى الله عليه وسلم قريب، أي والله هذا هو، ما دام شمينا طيب معناه أنه قريب منا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول حبب إلي من دنياكم إيش؟ الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الذي يريد الملائكة دائما قريبة منه يعتني بالرائحة الطيبة اللي دائما إذا، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يتسوك بالسواك يطيب رائحة فمه، ويقول إذا قام العبد يصلي واستاك جاء الملك يستمع إليه، فإذا كانت رائحة فمك طيبة جعل الملك يقترب يقترب حتى يضع الملك فمه على فمك، فما يخرج منك حرف إلا وقع في جوف الملك. ولذلك عنايتك برائحتك، واحد يعتني ألا يكون من فمه رائحة، لا يكون من إبطيه رائحة، لا يكون عنده رائحة عرق، يعتني برائحته يجعل الملائكة قريبة منك، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وفي رواية المصلون. فإذا كان الناس يتأذون من رائحة السيئة اعلم أن الملائكة تتأذى وتبتعد عنك. إذا أردت الملائكة قريبة منك دائما اجعل رائحتك رائحة طيبة. هذا من واجبنا نحو الملائكة. من واجبنا نحو الملائكة أيضا
أن نجعلهم يصحبوننا دائما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا في رواه مسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. الكلب معروف، والجرس كانوا يجعلونه في الدواب، قيل لأجل أن تتبعها بقية الدواب، وقيل ليأنس بها الراكب، يعني نوع من العزف، حاط مثلا جرس في الناقة حتى تعزف له، الجرس يعزف وهو يسمع. فالإنسان الذي يسير بسيارته مثلا ومشغل موسيقى، هذا لا تصحبه الملائكة. الرفقة اللي فيها ذكر وخير تصحبه ملائكة، أما اللي فيه موسيقى وعزف وهو ماشي هذا تصحبه الجن والشياطين. كذلك مما من واجبنا نحو الملائكة أن الإنسان إذا أراد أن ينام أن يبيت طاهرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه ابن حبان وصححه الألباني وغيره، يقول: من بات طاهرا بات في شعاره، أي في ثوبه، ملك، فلم يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. يعني إذا استيقظت في الليل أو كذا، وفي رواية إنه إذا انقلب قال الملك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إذا بت وأنت طاهر، إذا حطيت راسك توضأت قبل تنام ونمت وأنت طاهر، فيكون هناك ملك يبيت معك كلما انقلبت، قال الملك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما من خارج يخرج من بيته إلا ببابه رايتان. الراية معروفة، العلم، راية بيد ملك وراية بيد الشيطان، فإذا خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك، يعني حفظه حتى يرجع إلى بيته. وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. الحديث في المسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح، ودل هذا أيضا أن الإنسان إذا خرج ينبغي أن يحرص على هذا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته ثم قال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال له الملك: هديت وكفيت ووقيت. فكثرت ذكرك عند خروجك من البيت وعودتك منه، هذا أيضا يجعل لك عند الله تعالى ارتباطا بهؤلاء الملائكة. كذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من الكذب لأجل احترام، لأنه حرام، وأيضا احترام الملائكة. يقول في الحديث الذي عند الترمذي وبعض العلم يضعفه: إذا كذب العبد كذبة تباعد منه الملك مسيرة ميل من نتني ما جاء به. الملائكة ما تحب الرائحة السيئة المنتنة، فالواحد إذا كذب طلع منها رائحة ما يشمها إلا الملائكة، فيبتعد منه الملك مسيرة ميل من نتن الرائحة التي خرجت من سبب الكذب. هذا يدلك أيضا أن الكذب يطرد الملائكة عن الإنسان. هذا أيها الأحبة الكرام مجمل ما جاء في يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والنصوص الشرعية حول هذا العالم، عالم الملائكة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في مجلس ذكر حفته الملائكة، وأسأل الله تعالى أن يجعل الملائكة تصعد إلى ربنا فتقول: جئت من عند عبادك يسبحونك ويحمدونك يرجون جنتك ويخافون نارك، فيقول الله: أشهدكم أني أعطيته ما يرجون وأمنته مما خافون. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظ أولادنا من التدخين والمسكرات، اللهم احفظهم من المخدرات، اللهم احفظهم من جميع الآفات، اللهم اجعلهم قرة عين لنا، محسنين إلينا، بارين بنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وذرياتنا من شر الأشرار،